أيضا نذهب الآن إلى صورة أخرى من صور التفاؤل، إلى الرمادي. هذه المدينة التي تشبه طائر الفينيق الذي يقوم من بين الرماد، يصارع الموت ويعود إلى الحياة. الرمادي التي تشبه بصمودها الفلوجة، وهي المدينة التي خيبت ظن كل من توقع أنها استسلمت للموت فعادت إلى الحياة من جديد. امرأة من الرمادي تنجب 3 توائم، شاهدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. تم دخول المريضة شيماء جاسم محمد إلى مستشفى نساء الأطفال يوم الأربعاء بتاريخ 31/1/2018. الله رزقها بكل أطفال، بنيتين ولد، والآن بصحة جيدة والحمد لله والشكر. الولادة طبيعية طبعا. عمر المريضة 30 سنة، والآن في قسم الخدة المعقمة في مستشفى نساء الأطفال في الرمادي، والأطفال بصحة جيدة والحمد لله. وشكرا جزيلا تعجبك السعيد مسؤول قسم الخدة في مستشفى نساء الأطفال. جميلة الأخبار المليئة بالتفاؤل حينما تفرض نفسها، وهذا ما نتمناه في عموم العراق. ولكن المشهد تغلب عليه السوداوية للأسف. تصر الرمادي على الحياة رغم كل خفافيش الموت التي حاولت كسر إرادتها، وتبقى صامدة تبعث الحياة ليس لنفسها فقط، وإنما إلى عموم أرجاء العراق.